السلام عليكم. حنايا ما اش غنقول لكم، حنا في واحد الكارثه وواحد الوضعيه صعبه صعبه. باغين اللي ساندنا واللي يبكي معانا واللي غوت معانا واللي هضر معانا واللي وقف معانا. وانا كنعرف المغاربه ما يرضوش بهذا الدل وبهذه الاهانه اللي تهنا وتحقرنا. ما يمكنش، راه ما يمكنش واحد، حيت انا راه ما بانيش عشوائي، هي جوج. انا راه كنخلص الضريبه ب 22000 ريال، كنخلص ملك العام، كنخلص النظافه، كنخلص كل شيء، وما وكل شيء. الناس انا ملي خديت بيرمي ضابي تيجي عامين، هادي الناس كلها بنات. انا عندي بيت بالقصدير كيكب عليا الماء وطار داك القصدير، علاش انايا؟ هما كاين اللي باني باينين ثلاثه البارطمات اربعه، وانا على بيت من 6 متر وفي السطح، يوقع ليا هاد الشيء وتضيع ليا بنتي. انا تريب الدار كلها وما تموتش ليا بنتي قدامي قدام عيني. انا لحد الان انا كنموت انا كنموت على هاد المصيبه اللي طاحت عليا. وكنغوت وكنتوسل قائد قد الخلاق كتعيط ليهم، ما عدوش الكبده، بغيت نعرف واش ما عدوش الولاد، واش ما عدوش العائله، منين هو، واش مربي ولا مين جاي. اللي كنقول لي ساعتين وما كاين حتى راجل وقت الجامعه، ووقت الجامعه ليعقل كافيط النكاح ما كيدوش في هذاك الوقت اللي جاني فيه. ومشي انا فين ما كيكونش ترياب كيجي في هذاك الوقت يبتز العيالات ويتكرفس عليهم. ولحد الان عايش امور عاديه، ما توقف حد خدامين عادي، كان مات لينا فركوس في الشانطي. وكان غوت باغي اللي يعاوننا واللي ياخذ لينا حقنا، ولا تحنا لا كان الحق كيتخاد باليد، تا حنا كاين السيبه وكاين عندنا من ناخذ حنا حقنا بيدنا. غنقول لك من غنبدا لك، من غنبدا لك، راه مصيبه، راه مصيبه. كون جبتي ديك البنت اش غنعاود لك، نعاود لك شي حاجه. انا لحد الان عمودتها الله يعافيش عليا في صدري، مشيت للطبيب جوج مرات ما كتب ليا لا طبيب لا شي حاجه. الفانيد كنشربو ما كناش، ما كناش، قالت لي بنت عندي في ظهري. واش هذا حكره؟ اشني هذه كتسمى؟ ما فسروا ليا شي حد يفيدني ويفسر ليا اشنو اش كتسمى هذه؟ علاش دابا كل الناس دير هذا الشيء وانا مثلا غلطت نتعاقب؟ ما تموتش ليا الدريه، نتعاقب نمشي للحبس، اي حاجه نديرها. ما تموتش ليا الروح، ما تموتش ليا الدريه. نهار الجمعه سيدي حنايا كان عائله كل الجمعه كنتغدى واحد كنديروا الكسكسو. من مصيبتي انا هاد الجمعه فيا انا الكسكسو. احنا حدا بعضياتنا هالباب هالباب. طلعت عندي يوم مع شي 11 ونص 12 ما قدرش نقول لك. انا كنصايب في الكسكسو، كوزينه ديالتي الماركو كيشوف الزنقه والشرجم كيشوف في الزنقه. تا كنتفاجئ بدوك الطوموبيلات كيوقفوا فيهم المقدم، جوج المخازنيه، القايد. المهم هبطت انا نصورت الباب، ما صورتوش، عار دختو، تاكدت بانه مسورت. كنسمع الدقان تد 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 كيفرعوا في الباب، ما بغيتش نحل ليهم. ملي سيدي كيفرعوا في الباب، فرعوا الباب، الباب حينت هذيك البلاستيكه، الشبكه والبلاستيكه، فرقع البلاستيكه. طلعوا عدي بربعه، انا كنسكن في الدوزيام. حلت بنتي الباب، هو وقفت عليها انا حيت شفنا الباب كيتفرع. هو يقول لي معاك سعادات القايد، قلت لي سعادات القايد كيفرع البيبان على الناس. بدا كيتجارو معايا كيتناتشو فيا. ايوا سيدي تبعتهم حتى للسطح. المهم كنسمع بنتي كتغوت، اختي ماتت، اختي ماتت على بنت عمتها. هبطت نجري، هبط القايد لابسني، دخل معايا حتى للدار، واقفين على الدريه. هذا دابا غتطلع وغتصور فين كنت انا وفين كان هو. المهم كان ملي شفت الدريه هكاك كترد، امها مقعداها كتقعد فيها الدريه راده وطايحه، بنتي كتغوت وتطل حيت ما كاين حتى راجل، كلشي ماشي للجامع. عباد الله من البارك، وكتقول معتقونا عتقونا اختي كتموت. وهو كنقول لها سعاده القايد انا مزاوقه فك، كنتوسل لي اعتقني اعتقني بلا بيلانس. ما كيسمعني، ما كيرد عليا لا اي لا لا، شاد تليفونه من ما درت لاصق ليا في جنبي. الاخرين طلعت، طلعوا الاخرين هذاك الشيء اللي جايب، طلعوا كملوا الترياب تد 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 كيهرسوا. انا ما بقيت سمعت لا تهلا لا حاجه. هبطنا ثاني الزنقه، كانت غاوتو باش شي حد يعتقنا بلا بيلانس والو. الزنقه ناشفه، عباد الله اللي مجفته اللي كتفرج، ما كاينه حتى حاجه. شي ساعتين عاد جات لابيلانس. ملي جات لابيلانس
ما فيها لا ما جابوش نتفش، هبطوا الدرية هبطناها احنا العيالات ومعنا واحد الراجل في مانطا تانينا هكا كنضربوا لها ظهرها مع الدروج في مانطا ما معاوننا حتى حد. قلت له هذاك مولا بيلانس دير لها سيدي لاكسجين، قال لي ما غندير واش عرف ماتت الله اعلم ما عرف، قال لي ما غندير لها لاكسجين لا حتى حاجه هك. والقيد باقي كاين تم، البنيه ما كتسمع ما كتهضر. مع دخلوا علينا هي جالسه في البيت قدام هكا في البيت، شافت هذوك اللي دخلوا علينا مسكينه تخلعت طاحت في البلاصه ما وقفت ما حتى حاجه في البلاصه، طاحت بموتها حيت ما وصلناها حتى قالوا لنا ميته. هما داو خبار الموت، هما عرفوا راه ميته حيت ما وصلنا للسبيطار قالوا لنا ميته. الجندارم فاش مشات لابيلانس، ملي مشات لابيلانس وداك الشيء جاو صحاب الدارك داروا دوره ساقوا الخبار ولا الله اعلم. قلت لهم انا اجي تشوفوا الباب فروع ورا البنت داوها ميته وهذا الشيء. قال لي احنا ما عندناش امر، رجال الدار قال لي احنا ما عندناش امر، راه خاصنا نكونوا حنا الاولين. ما كانوا لا رجال الدارك، ما كانت لا قوات مساعده، ما كانت لا لابيلانس لا حتى حاجه. كون جاب معاه ملي باغي يدير هذا الشيء يجي يدير القانون ديالو، القانون لا يعلى عليه، يجيب ديال القانون ديالو، يجيب الدارك الملكي، يجيب قوات المساعده. يكون جاب على بيلانس ملي سخفت الدريه والساعتين الدريه ملي وحس خفانه واش هي يا خضره غنديروا ليها الثلج غنديروا ليها باش تتسنى هذا الوقت كامل، يجيب معاه الناس المسؤولين اللي طاح يهزوه في لابيلانس، اللي دار الفوضى يركبوه في الجيب ولا يسلخوه ولا يدبروا منهم ليه. المهم ما غتكونش هذه الكارثه، هذه الكارثه هو اللي مسؤول عليها، ما دارش خدمته. كيقول لك درت خدمتي ما دارش خدمته، وانا راه ما بانياش بني عشوائي، ما عندوش الحق يطلع يريب ليا. كاين القانون نمشي للمحكمه، يجوني الدرك الملائكي نخلص خطيه نمشي للحبس. يتسمى دار خدمته، دار خدمته قتل ليا دريه، فين هي هذه الخدمه؟ فين هي هذه؟ لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد.